السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. انت كتشوف اخوان ظلم تشوف خرج الكهويج كسر دوك ثلاث البنات، ما عندكش البديل في غير سنين، الاخرى عند 4 سنين وهذه ندعم راه بزاف اصاحبي. ثلاث البنات ولا حوك حوايج تشوف من شردوا لك حويجاتك وهذاك الشيء وسدوا لك وزاد. قال لك اخويا جواز جديد، راه جواز جديد. قال لك جواز جديد واش انا هاد المراه هادي الله ولدت انا واش انا ولدت جد لولادي هنا راه تزادوا هنا راه هنا فين راه تزادوا هنا واش مولا الدار عم هو هبالي ما حال سامحت لي في الكرام مسكينه سامحت لي فيها لو قبل البنات وجيتوا انتوما خرجتونا الدوله خرجتها فاش راه حسبي الله ونعم الوكيل راه ظلم هذا راه حقره هادي راه حقره هادي راه تيقول لك سير نتحر راه والله الا كنفكر في نتحر بالله والله اخو الا كنفكر في غنمشي نتحر وحق الله علاش اي تبديت هذا الله الانتحار بعيني هو هذا راه حشومه صاحبي راه الدار ما خدامه ردام وتتشوش دايرين ليك اصاحبي راه حشومه هاد الحقره هادي عجباتك هتشوه هادي مالنا حنا فين في العراق فلسطين فين راه بلادنا المغرب هادي فين هو سيدنا فين هو الملك يهضر على هذا الشيء هذا واش ثلاث البنات وانا الزوفري راك كنت زوفري انا خرج بحالتي والله ما نعاود معاهم الهضره راه كتشوف البنات اللي ضيعوهم ضيعوا ثلاثه البنات راه حقره والظلم راه الله ما كيبغيش هذا الشيء راه الله ما كيبغيش هذا الشيء تقول لك الشيء ما صبطش مال هذه راه الله ما كيبغيش هذا الشيء راه حقره راه الظلم حسبي الله ونعم الوكيل هذا الشيء نقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ولكن انا عند الله وغنتخلصهم بواحد بواحد هذا الشيء اللي داروا لنا والله حاول شي نقول السلام عليكم اخويا الله ما عندي ما ندير غير الناس بزاف انا وبناتي ما عنديش فين عندي ثلاثة البنات وراسلي ما راسلي ما خدامش مرة كيمشي بركونة مرة كيجي اش غندير اش غندير ما عندي ما ندير غير نرجع ونرجع نقول شو حوايجي فين لعبوا ليا وزادوا فين لعبوا ليا حوايجي وزادوا عباد الله فين شو كطالب انت يا اخي؟ وين راك طالبة فين انت بناتي؟ انا باغي حقي من الدار هادي دافي ما هي حقك طلب غير حقها مسكينة فين الدرية والدرية الصغار ثلاثة عندي ثلاثة الدرية انت اختك هادي لا بنتي ماما هادي اه بنتي خصي يديروا معاهم حل فين يمشيو دابا دابا المشكلة عندك جا عندي الوالي قال لي سيري ريح هاد الشيء غيكون خير ضربة شي يومين جا عندي نقدم قال لي يا خوي لا ما خويتيش غيجيبوا لك القوة غيخرجوك كيما كنقولي صافي راه الخميس غادي نمشي نقلب عليك راه الخميس غادي كنبقى نصدر فين نصدر فين حتى جاو اليوم قال لك لا غتقوي اليوم يعني غتقوي غتقوي خصهم يخلوهم كيما خلوهم الاخرين وبقى فينا اخويا الصراحة ثلاثة البنيات كون وليدات نقولوا دراري ثلاثة بنيات باقيين صغار انت شوف تبارك الله تبني تضيع الحالة تبني هذيك شحال تبني هذا الدرية الأخرى حتى هي وحيدة أخرى ثلاث بنيات شنو البديل يعني والبديل عطيو تا مسكين فيه الصقر غادي نطلبوا عطيو تا شي سكينة مسكين تا هو ما قالوا لي والو تسنى تشوف القرار الجديد اللي كاين راه مسكين تا هو تي حنا ما تنطلبوا والو نطلبوها من الناس المسؤولين يحنوا في هاد الناس هذا حنا راه عشنا عشنا حنا 57 عام في عمري انا عايش بس ما طلق قانعين شبعانين الحمد لله كبرنا مع والدي الله يرحمهم كبرونا في الخير ولكن الوقت الوقت الدور باش يكونوا الوالدين تيبقى الانسان يلا تيشوف الوليدات يكبروا مسكين وتيتالم بزاف د الحوايج ولكن ما عندك ما دير امرك الله سبحانه وتعالى تصبر والله رزقنا الصبر ورزقنا صحيحتنا صافي هادشي تنطلبوا الله تعالى